قبل ما احط المفتاح في الزرفيل في القفل بقول يا فتاح يا عليم يا رجاء يا كريم يا حنان يا منان يا رؤوف يا ودود يا ذو العرش المجيد فعال لما تريد. اللهم ارزقنا من فضلك وكرمك يا حنان يا منان. انا اسمي عبد الرزاق خالد خوجة من مواليد القدس. هذا المحل له اكثر من 100 سنه. فالواد بدا مسيرته هون، هو وكان مع شريك واحد نابلسي دار الخروف، وقعدوا شراكه حوالي 30 سنه من 20 لل 50 لبين ما توفى شريكه. بعدين صفى ابوي في المحل لحاله، وبتعرف كانت البلد ملاني اول، كانت اللي هي يعني حاره الشرف، هي بيقولوا لها حاره اليهود. كان عندك باب المغاربه، حاره المغاربه كمان ملاني، البلد كانت ملاني وكان يعني في شغل في البلد. هلا اختلف الوضع هون بعد ما طلعوا اللي بحارة الشرف اللي بحارة اليهود، ولما هدوا باب المغاربة اختلف الوضع والناس انتشرت والناس كترت، بس بضل الوضع نوعا ما مأمور. هلا احنا كنا نشتغل، هلا انا كنت طالب في المدرسة وكان الوضع ضعيف في هذاك الوقت، يعني بأواخر الخمسينات أنا كنت في الإعدادي، فكان دايماً عندنا أجر يتعلم. طلبنا أبوي، أنا قلت له بدي أتعلم وأخذ نص شغلي مشان أصرف. تعرف إحنا صغار كنا بدنا نروح نشتري سندوتشات، نروح على السينمات. قال لي تعلم خذه، اللي بتتعلمه إلك بس تعلم. وفعلاً يعني لما خلصت التوجيهي أنا كنت معلم. وهون أنا وقتها اشتغلت في البريد. أنا اشتغلت في البريد بواحد 11-62، وظليت في البريد لحد شهر 3-98، يعني خدمت 35 سنة بالإضافة لعملي هون. خلاص أما الزبون يشهد لأصحاب المحل فيش كلام، الشهادة هذه سيدة الموقف. والشهادة أمانة. شوف كحلة النحلة أي إشي منها، بس احنا معظمهم بما انه كبير، انا زبايننا كلهم يعني كبار وحلقاتها يعني الاصل العاديه الكلاسيكيه. يعني انا كنت اساعد الوالد في وقت الفراغ، يعني يوم اكون فاضي داوم معه هون لأنه كبر في السن. وظليت معه على نفس الموال لحد سنة 83 لما توفى. وبرضه أنا بعتز في المحل هذا وبحبه وما استغنينا عنه، لأني أنا يعني ذخر من الوالد هذا وعزيز كثير علينا. فظليت أداوم في المحل، كنت أداوم في البريد نص وأجي أكمل هون بعد الظهر دوام ثاني. ظلينا على نفس الموال ل 98 لبين ما تقاعدت، بعدين صرت اجي اداوم رسمي. والله انا بحب اسمع عبد الوهاب. كل ده كان ليك من الاغاني القديمه الجميله القويه. كل ده كان ليك لما شفت عيني، كل ده كان ليه لما شفت عيني. انه هذا المحل ده مثلا كان يجي الشاب مثلا يحلق يتجوز، يجيب ابنه لما بيكبر يتجوز ويصير ابنه، فالعمليه كانت متواصله يعني. وجيل بعد جيل وجيل بعد جيل، قديش اجى ناس وعباد، يعني شوفي هالسنين كلها قديش اجى ناس وراها.
يعني كان كل البلد معظمها سيفتح لنا يعني هون، سواء من الطور، من الهجرية، كانت البلاد مفتوحة، سلوان، يعني كل الجوار. أول الوضع كان كويس الحمد لله، وبالمسايرة أبوي كان زلمة كبير متدين، صلي صايم، وكان برضو قلبه عطوف يعني. وأنا استمريت على نفس الوال، أنا بالنسبة لي هذا المحل عزيز كثير علي، ومش مسؤول يعني، أنا بفتخر إني أضل في المحل وأتمسك فيه، وأنا بفتخر إني أنا مقدسي وابن القدس، والحمد لله يعني إحنا يعني صامدين وثابتين إن شاء الله بنضل هيك على طول. هذه بيجي عندنا صحفيين من كل البلاد بيصوروا، وكثير صور من هالنوعية موجودة عندنا، الشخصية والمحل حتى الأدوات الصغيرة كانوا يصوروها، قديش بيهتموا يعني، يعني كانوا يصوروا هاي الأشياء البسيطة. المحل أبوي اتوفى أبوه وهو عمره يمكن 10 سنين، هلأ راح في وهو صغير، هو وحداني أبوي، كان هو وستي، سيدي توفى شاب، فساب هذا الشاب الصغير لحاله، فهو راح يتعلم، كان في ذاك الوقت بده يتعلم إحلام، بس هو ما قدر يصرف على بيت بحكم إنه ولد صغير. ستي من صيدوية من صيدا، أخذته على صيدا وراحوا على صيدا عند إخواله، هناك برضو قعد في محل حلاقة كمل شغله، وهذا الحكي على زمان سفر بر يعني زمان تركيا، قعد فترة سنوات يمكن 5-6 سنوات غير، وكان بنفس الوقت يعني عايش ويحوش بده يعمل له محله. بعدين في فترة من الفترات قالها أنا أروح أزور أهلي في القدس، كانوا يجون بين جبال على الخيل، والله أجعل على هالبلد هذا بالصدفة، أجعل المحل هذا صف، هذا المحل أقدم محل في البلد الأهلي من هذاك الوقت اليوم، يعني بدي أقول لك أكثر من 100 سنة يعني بعد الحرب العالمية الأولى بشوية. هذا بقدر أنا المحل هاي اللي بوصلون على الآخر، يعني عندي إمكانية إني هاي اللي وعلى الآخر، وولادي بيقولوا لي إيه، بقول لهم لا بحب الاشي القديم يعني ريحة والدة. كان اول سهولة في الحركة يعني قبل ما يعملوا المعابر والتسكير والتصاريح، كانت الناس تروح وتيجي بسهولة. اليوم والله في صعوبة يعني، احنا يعني برضو كنا نعتمد شوي على الضفة الغربية، كانوا يجوا يصلوا باستمرار ويصرفوا في البلد. حركة سياحية من يوم الكورونا إلى 2 سنين البلد نايمة، رجعنا لورا كتير لأنه اتحددت المناطق. أول كانوا الناس يروحوا ويجوا ويتحركوا ويجوا على القدس باستمرار، هلأ لما صارت كورونا شددوا كتير، فصار كل واحد ملتزم في منطقته، فصار العدد قليل يجي علينا، قليل اختلف الوضع لنا، والعمل كمان نزل كتير. البلد القديمة بالنسبة لنا روحنا عزيزة وغالية علينا، ومسقط رأس الواحد يعني تقدريش تصور قديش عزيز عليه، والأصيل بضل أصيل. يعني أنا من النوع اللي بقدرش يبعد عن القدس، يعني ببقى رايح شميت هواء ما بصدق أرجع، أروح زيارة عند أهلنا في عمان أكثر من 10 أيام وبضل راجع، بقدرش يعني أبعد كثير، خلص أنا مربوط في البلد، حياتنا هون، برتاح هون، بتحسي حالك غريب وين ما كان.
الواحد يعني يتمسك بأصالة البلد، هيك الأصول يعني لازم يتمسك في أرضه في بيته في كل إشي. يعني في القدس، هذه القدس أخت مكة والمدينة أخته. ولما ربنا عمل جاب سيدنا محمد بالإسراء والمعراج ثبت قداستها وطلب الناس أن تيجي تزورها وتتمسك فيها.